أسعد الله مساءكم جميعا. الفرق ما زالت تعمل من أجل التحضير للأيام القادمة، سواء لتوزيع المواد الأساسية كما وعدناكم، الخبز والمياه والمحروقات وأيضا الدواء. هذه الفرق ستخرج الليلة بتفصيلات أكثر، سننشرها على وسائل الإعلام بعد ساعات إذا تمكنا من إنجازها خلال هذه الفترة القصيرة. موضوع الحظر كما ذكرنا أنه قد يستمر لأيام وأسابيع، لكن هذه التجربة نقيمها وفقا للحاجة. كل 48 ساعة يتم تقييم موضوع الحظر من قبل الأجهزة المختصة. نؤكد مجددا أن موضوع الحظر هو لصحة المواطن وسلامة المجتمع بشكل كامل. وأحببت هذا المساء أن نستضيف معالي وزير الداخلية السيد سلامة حماد ليتحدث عن مدى التزام المواطنين بموضوع الحظر الذي يهدف إلى حمايتهم وحماية كل من يحبون من هذا أو من خطورة هذا الوباء الذي نأمل أن نتخلص منه في أقرب وقت. تفضل معالي. شكرا معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، أنا حاب أتحدث عن موضوع إجراءات الحكومة بشكل عام فيما يتعلق بهذا الوباء الذي غزا العالم، ونحن جزء من هذا العالم، ولكن الحمد لله بتوجيهات جلالة الملك المعظم وإجراءات الحكومة استطعنا أن نضع إجراءات تقي بلدنا إن شاء الله من كل مكروه وتحدد من انتشار هذا الوباء الخطير. قامت الحكومة منذ البداية بوضع إجراءات سليمة جدا، وقامت وزارة الصحة بإجراءاتها الطبية وعمل الفحوصات وعزل كافة من ثبت أنهم خالطوا أشخاص، كما وضعت بالحجر كل من يشتبه فيه أو للعلاج من ثبت الإصابة. الحظر كان لمصلحة المواطن، وإحنا الحمد لله سبقنا دول عظمى كما يعرف الجميع. دول عظمى لم تستطيع أن تقي شعوبها من هذه الآفة، لأنها كانت قد تراخت في البداية من أخذ الإجراءات اللازمة، ولكن الحمد لله نحن في هذا البلد بقيادتنا الحكيمة استطعنا أن نضع إجراءات صارمة وصلت إلى حد منع التجول. منع التجول كان الهدف منه حماية المواطن من كل مكروه، لأن الاختلاط سيؤدي إلى انتشار الوباء من المخالطة، وهذا الوباء الذي لحد الآن لم يجد العالم له علاج. الإجراءات الحمد لله نفذت تقريبا بشكل مرضي، لكن هناك فئة خالفت القانون وخالفت أمر الدفاع. نحن نثق بالمواطن، ولكن لن نتهاون في من يخالف القانون ويعرض أرواح الناس إلى الخطر. من يخالف ويخرج إلى الشارع هو خالف بقصد أن يؤذي الشعب الأردني، وأي جريمة تعتبر كأنها جريمة شروع في إيذاء الأردنيين جميعا. نتيجة للإجراءات التي اتخذت من قبل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي نعتز بها، لاحظنا أعداد من الذين ألقي القبض عليهم تجاوزوا هذه التعليمات، فاضطررنا إلى فتح اليوم 4 مراكز إصلاح وتأهيل في معسكرات، وسيتم نقل من خالف القانون ليمضي فترة 14 يوم حجر في هذه المراكز، ثم بعد ذلك يضطر بتطبيق القانون عليه كمحاكمة لمخالفته لأمر الدفاع وتعمده بإيذاء الأردنيين جميعا. الأمور تحت السيطرة والحمد لله. الإجراءات التي نتخذها الهدف منها مصلحة المواطن ومنع انتشار هذا الوباء. كافة أجهزة الحكومة كما ذكر معالي وزير الإعلام تراجع الإجراءات كل 48 ساعة حتى نقيم الأمور. نعتقد حسب المعلومات وحسب ما فهمنا من الإجراءات الصحية أننا نسير الحمد لله في الاتجاه الصحيح. نأمل قريبا
أن نلمس إيجابية في هذا الموضوع، كلنا ثقة بإجراءاتنا وسنواصل أداء الواجب إن شاء الله، وأعتقد أن رب العزة سبحانه وتعالى سيجنب هذا البلد كل مكروه. شكرا لكم.